يعني الذي ينظر أحوال المسلمين والضيق الذي يعيشه المسلمون في بلادنا وغير بلادنا هذه، أليست زادت البلايا أمراض وضيق في المعيشة؟ لأن كثيرا من المنكرات أحبابنا صارت تفعل جهارا نهارا، صار بعض الناس يشرب الخمر في النهار وفي الليل، والزنا فشى وانتشر والعياذ بالله، ثم ترك الصلاة من كثيرين، يعني صرت تجد قلة من المسلمين من يأتي المساجد. بعض الشباب ربما يصير عمر الواحد منهم 20 سنة أو أكثر من ذلك ولم يصلي في حياته البتة، بل لا يعرف أحكام الصلاة، ربما لم يضع جبهته على الأرض في سجوده في حياته قط. وبدنا نشهد أحيانا أن الأب يموت وتحضر جنازته إلى المسجد ليصلى عليها، يبقى أبناؤه منتظرين في خارج المسجد، لأن الواحد منهم لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتوضأ، منهم من لم يصلي البتة. فتجد الناس يصلون على أبيه صلاة الجنازة في المسجد وهم ينتظرون انتهاء صلاتهم عليه. هذا الأب ربما يكون أفنى عمره وبذل من الأموال ما لا يكاد يدخل تحت إحصائنا من الكثرة من حين ولادة هذا الولد إلى أن مات هذا الأب، ربما دفع عليه 10,000,000 من الدولارات حتى رآه شابا في الإطعام والكسوة والإنفاق والمدرسة والمصالح التي يحتاج لها لدراسته لتتم دراسته في المدرسة وفي الجامعات. الجامعات تدفع 1,000,000 دولارات حتى يتخرج هذا الولد، أليس كذلك؟ وتجده لا يفي معروف أبيه ولو بأن يصلي عليه صلاة الجنازة التي فيها دعاء لهذا الأب بالمغفرة والرحمة. هذا ليس من الإحسان، هذا ليس من الإحسان. نسأل الله السلامة.